من إدلب المحافظة النون، عمري 23 سنة، بشتغل بشركة العادة للاتصالات. عيش الدنيا دونك، لا ولا تسوى. مركز ثقافي كان فيه 12 كورال، تمام، وبدهم واحد ليكون انه اساسي هو او يغني فيهم، يبلش فيهم كلهم ويدلهم على الطريق ويرد ورا، معروف الكورال. المهم فما كنت مقوي قلبي اول فتره، قلت جرب. جربنا، طلعت على المركز الثقافي، غنينا يومها وغنينا وقت خلصت، تمام، كنت انا اطلع بالتفريدات والكورال بالاخير يرد بقيه الغنيه، بيوصلوا للتفريدات ويتركوني لحالي غني انا وكمل فيها، يرجعوا يعيدوا على نفس القصه. لا خلصت بالاخير خالص، والله ما شفت الا العالم وقفوا وصاروا يسفقوا لي واخذوا اسمي. فوق يا فوق النخل فوق، اكيد كنت بالعمر كنت كم عمر صغير شوي، فا انه الوقت تكون صغير، تمام، ويقوم يوقفوا لك عالم كثير بيقشعر بدنك احيانا، انه ليش؟ انه مثلا انا صغير، كل مثلا في كبار قدر كان كثير يومها قاموا وقفوا لك وزفقوا لك وانبسطوا عليك واخذوا اسمك، فا بتضل رغبه. انا هاي بدايتي كانت. اسمه وانت ما مقسوم بقدامك بالمحل، مثلا نكون باركين الشباب ما عندهم شيء، اعطينا شيء موال، والله بغني بصوروني بنزل على صفحاتي الشخصيه مثل تيك توك مثلا والفيسبوك، وقت نزل في مثلا عندك منشور منهم جاب 20,000، فصرت اكبر بعين حالي انا اكثر. ملك يا حلو امانك ده هو الغرام صغير، فبتقوم ما بتقوم انها لو منقوم خيو امنا غنينا وصحت موال موجود على تيك توك. الفرقه اول شيء كنت ماشي على مجال انه خلص المعروف عندنا هون بالبلد انه انا اليوم بغني موال قديم شوي، مثل يعني مثلا سبعاوي وهالقصص هدول قدود حلبي. لا قام قال لي اللي ماسك الفرقه ايش، قال لي جرب لي بس غني لي تركي، غنيت له نفس الموال تبع التركي. أتمنى يا صاحبي يكون الوضع أحسن من ناحية الجمهور، أنا من النوع اللي بحب موهبتي كثير. الشكر الأول بيكون للأهل بهيك موضوع، لأنه هن اللي وقفوا جنبي أكثر شيء. علي تبني لي أملي ما فيش خلني لي لي نونة أدرى